السلام عليكم. ندخل موضوعنا، اللي بينزل لعبة وذرينج ويف يروح على جوجل بلاي في السيرش وذرينج ويف وينزل اللانشر. بعد ما تنزل اللانشر طبعا روح الموقع الرسمي يسجل دخول هناك ريجستريشن، بعد يدخل لعبة حط الايميل الباسورد انتهى الموضوع. ما راح يمديك انك تلعب بس يعني تكون جاهز. هذا البنر الدايم حق الشخصيات راح يكون بهالطريقة، وهذا البانر الدائم للأسلحة. في الفيز الأول راح تكون الشخصية هذه جيان مع سلاحه، هذا البانر الناقد. طبعا الفيز الثاني بعد ما يخلص الوقت راح تكون الشخصية هذه ينلن مع سلاحها، والشخصيات الخمس نجوم اللي يمديك تختار منهم هذه لهم. والحين صورة المتجر وغيره. نسبة انك تحصل شخصية خمس نجوم راح تكون 0.8%، والاربع نجوم بالنسبة للشخصية 93%. بس من ناحية البتي مثلا عندنا في جنشن احنا 76 أو 77 تحصل خمس نجوم، ما يحتاج توصل لين 190. يعني بنشوف مع الوقت، اول ما تنزل لعبة بكرة ان شاء الله نجربها بنفسنا ونخبركم.